الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما زلنا أحبة الفضلاء في الكلام عن حرف الضاد، وآثرت أن أتحدث باستفاضة عن هذا الحرف قبل الدخول في شرح هذا البيت. والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الضاء. احنا هندخل في الضاءات، احنا الآن الأول نعرف ان ميز بين الايه، ما التمييز بين الحرفين. وضعت في كتاب الأقوال الجلية الفروق اللي ربما استنبطناها من كلام الايه العلماء، سواء أئمة اللغة أو أئمة القراءات. واحد، الضاد تختلف عن الظاء في المخرج، مش كده ولا ايه؟ متفقين ولا مختلفين؟ وهذا يكفي لتمييزها. يبقى الضاد لها مخرج والظاء لها مخرج، خلاص. وهذا يكفي لتمييزها في اللفظ والسمع حتى لو اتفق في جميع الصفات. طيب، اثنين، الضاد تتميز عن الظاء بصفة الاستطالة، وهذا أيضا يكفي للتمييز بينهما ولو اتفق في المخرج. طيب، ثلاثة، الضاد تنطبق فيها حافة اللسان على الأضراس، وباقي اللسان ينطبق على الايه، علي الحنك، والظاء ينطبق فيه الحنك على مخرجه او على مخرجه، اي على طرف اللسان بالنسبه للايه، للظاء او يبقى الانطباق بيتين. طيب، أربعة، الضاد اقوى من الظاء في الاطباق، لو اخذنا درجات الاطباق هنلاقي الايه، الضاد أقوى. طيب، خمسة، الضاد تزول إذا فقدت صفة الإطباق، والظاء تتحول إلى إيه؟ ذال إذا فقدت صفة الإطباق. ستة، الضاد أقوى من الظاء في الجهر. سبعة، الضاد أقل رخاوة من الإيه؟ من الظاء. ثمانية، الضاد لا يشاركها في المخرج غيرها من الحروف، والظاء يشاركها الايه، الذال والثاء، الذال والثاء. تسعة، الضاد من الحروف الشجرية، الضاد من الحروف الشجرية، والظاء من الحروف اللثوية. شجرية يعني هي الاستمرارية المسافة، لان احنا عندنا الحروف الايه الشجريه اللي هي ايه، الجيم والشين والياء، فسيبويه سماها اضاف حرف الضاد لانه استغرق مسافه كبيره من اول الايه اللسان. طيب، عشرة، الضاد تتصف بالتفشي والظاء ليس كذلك، الاستطاله دي والمسافه دي اعطتها صفه التفشي، وهذا ما قاله الإمام مكي. طبعا الكلام ده مستنبط من كلام الأئمة فيما سبق. 11، الضاد تخالط ما يليها في المخرج اللي هو ايه، حرف الايه، اللام، والظاء ليس كذلك. 12، الضاد ينفذ نفخها من بين الأضراس عند الوقوف عليها، او طيب، والظاء ينفذ نفخها من بين الايه، الثنايا، اظ. الضاد فيه كلفة على اللسان عند النطق بها، والظاء ليس كذلك. تعال معايا، اظ، وانا تعبت في حاجة، انما خد التانية بقى، اظ، ولازم الرخاوة، اظ. ده انت جايب لي مشوار وحسب طول لسانك، لو لسانك طول كده حب الله يكون في عونك بقى مسافة الايه كلام اهي، أض سهلة، أض. طيب، الضاد
14 الضاد تخرج من أحد ثلاثة مخارج، الجهتين أو اليمنى أو اليسرى، والظاء لا تخرج إلا من مخرج واحد فقط، أض، ما فيش بقى أض ولا أض، لا هي أض خلاص خلاص. يبقى دي 14 فارق يستشعرها من يعني يحاول تطبيق النطق الصحيح لهذا الحرف. الإشكالية، احنا انا طبعا جبت كلام الفقهاء، في عالم من العلماء له كلام اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الكلام حقيقة يعني أحدث شبهة، خلى البعض يعني يتوقف، وربما البعض أخذه ذريعة لنطقه ظاء. فحينما بدأت في هذا العمل كان يعني وقف أمامي كلام شيخ الإسلام كالصخرة كده، فبعض إخواننا قالوا إيه، لا استبعد كلام شيخ الإسلام. قلت لا ما ينفعش، ده أنا لو استبعدت كلام شيخ الإسلام بعد ما طلع العمل بكلام شيخ الإسلام يعني ينسف أي عمل كان، يعني أين نحن من شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ده احنا لا نصل تحت التراب اللي تحت النعال لو عد زي ما انت ما تقول، فمش هينفع. فآثرت أن أضع كلام شيخ الإسلام في هذا العمل وأتلمس التوجيه لهذا الإيه؟ لهذا الكلام، لأن كلام شيخ الإسلام عالم، فتطرق لهذه المسألة، وكانت القضية في موضوع صحة الصلاة من بطلانها عند إبدال حرف الإيه؟ الضاد بحرف الإيه؟ الظاء. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وطبعا أنا كنت سبق ذكرت كلام من تقدم شيخ الإسلام من علماء الأمة زي ابن اللباد المتوفى سنة 300 من أئمة المالكية 333، وأبو محمد عبد الله ابن أبي زيد عبد الرحمن المالكي، وابن القابسي علي ابن محمد ابن خلف أبو الحسن المالكي، وابن يونس محمد ابن عبد الله أبو بكر التميمي المالكي. وأخذت من أئمة الشافعية أبو محمد عبد الله ابن يوسف ابن عبد الله الجويني الإمام الجويني، والقاضي أبو الطيب طاهر ابن عبد الله الطبري، وإمام الحرمين عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف الجويني الصغير، وحجة الإسلام الشيخ محمد ابن محمد الغزالي، يعني ذكرت، وعبد الكريم ابن محمد ابن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي، ذكرت قبل كلام وكلام الإمام النووي اللي هو قال ولو قال ولا الضالين بالظاء بطلت صلاته على أرجح الوجهين إلا أن يعجز عن الضاد بعد التعلم فيعذر، كلام الإمام النووي، كلام شيخ الإسلام، عشان بس فيه إشكالية فكان لابد أن يحتاج إلى توجيه. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه وأما من لا يقيم قراءة الفاتحة فلا يصلي خلفه إلا من هو مثله، فلا يصلى خلف الألثغ الذي يبدل حرفا بحرف إلا حرف، خذوا بالكم بقى، إلا حرف الضاد إذا أخرجه من طرف الفم كما هو عادة كثير من الناس، فهذا فيه وجهان. يبقى إذن كانت في حياة الشيخ إن كانت عادة الناس ينطقون الإيه؟ الضاد إيه؟ ضاء. الشيخ قال وجهين في صحة الصلاة من إيه؟ من بطلانها. منهم من قال، وهو بيذكر من سبقه، منهم من قال لا يصلى خلفه ولا تصح صلاته في نفسه،
لأنه أبدل حرفا بحرف، لأن مخرج الضاد الشدق، ودي أول ملحوظة حطوا تحتها خط. طبعا الشدق ده ما هوش مخرج، ما هوش مخرج عند أئمة اللغة، هو الشيخ نظر إلى الانتفاخ أو فيبقى إيه كأنها المخرج هو الإيه الشدق خلاص. ومخرج الضاء طرف الأسنان، فإذا قال ولا الضالين كان معناه ظل يفعل كذا. ده الوجه الأول. يبقى الوجه الأول عند الشيخ قال إيه؟ تبطل صلاته، لا ينفع يصلي ما ده ولا غيره. قال والوجه الثاني تصح صلاته، وهذا أقرب، تصح وهذا أقرب، لأن الحرفين خد بالك من الإشكالية بقى، أدي إيه مربط الفرس كما يقولون، لأن الحرفين في السمع شيء واحد، وحس أحدهما من جنس حس الآخر لتشابه المخرجين. دي طبعا في منتهى الخطورة، الحرفين في السمع شيء واحد، وحس أحدهما يعني تسمع كده تسمعهم حاجة واحدة والنطق حاجة واحدة، يبقى هذا لا يتحقق إلا في الإيه؟ في المثلين. هذا الكلام لا يتحقق إلا في المثلين، يبقى ما في واحد منهم ملوش لازمة. يعني لما هم في السمع شيء واحد وحس أحد يبقى خلاص، ما خلاص انتهى، يبقى هم إيه؟ مثلين. قال لتشابه المخرجين، والقارئ إنما يقصد الضلال. خد بالك الرجل عليه رحمة الله يتلمس العذر، لأنه شايف إن البلوى عامة والغالب يقرأ بهذا اللفظ، فهو الآن بيتلمس الأعذار لمن يقرأها ظاء أو شبيهة بالظاء. قال والقارئ إنما يقصد الضلال المخالف للهدى، وهو الذي يفهمه الإيه؟ المستمع. فأما المعنى المأخوذ من ظل فلا يخطر ببال أحد، وهذا بخلاف الحرفين المختلفين صوتا ومخرجا وسمعا كإبدال الراء بالغين، فإن هذا لا يحصل به مقصود القراءة. أنا الآن لابد أن نوجه كلام الشيخ، وإلا المسألة يعني في السمع شيء واحد وحس أحدهما من جنس حس الآخر، ده موضوع في منتهى الخطورة. قلت فالقول الأول واضح الدلالة على عدم صحة الضاد الضائية، اللي هو الرأي الأول الذي قاله الشيخ، ولهذا فهو الأرجح عند المتقدمين على شيخ الإسلام ابن تيمية، إنما هو رجح القول الثاني واقع الحال، الظروف اللي هو فيها الشيخ، الوضع اللي هو فيه، هيروحوا فين دول يعني هيعملوا إيه؟ مش عارفين يقرأوا إلا كده. طيب وأما ما جاء من كلام شيخ الإسلام عن الحرفين في الوجه القائل بصحة الصلاة لا يفيد صحة الضاد الضائية كما فهمه، لأن كانت الإشكال معايا مع ناس، كما فهمه بعضهم، بل يؤكد عدم صحتها، وذلك لما فيه من محاولة تلمس الأسباب التي يعذر بها القارئ في عجزه عن تصحيح الحرف، وهذا من حرص شيخ الإسلام في رفع الحرج عن العاجز. ولهذا نجد كلامه رحمة الله عليه عن الحرفين جاء على سبيل التقريب والإجمال وبمصطلحات غير التي تعارف عليها أهل هذا الشأن، كقوله بالشدق في مخرج الضاد، ووصف الحرفين بما يوجب التماثل والتطابق، وهما في السمع شيء واحد، وهو الاتحاد في السمع والحس، ثم قوله لتشابه المخرجين، والتشابه لا يفيد الايه التطابق. هل التشابه يفيد التطابق؟ شبهه، هو منين انت بتقول وهما في السمع شيء واحد وحس احدهما من جنس حس الاخر، وبعدين تقول لتشابه الايه لتشابه الحرفين؟ ده الكلام السابق ده يعني يؤدي الى التماثل، انما انت جيت بكلمه تشابه يبقى خرجت عن الايه
عن لا يفيد الطواف، ووصف التقارب بالتشابه والحرف بالمخرج، كل هذا على وجه التقريب وليس على وجه التحديد. وتأكيد هنا التوجيه، وتأكيد عدم صحة الضاد الضائية من كلام شيخ الإسلام يتضح من الآتي. ما أنا لازم أوجه كلام الشيخ. واحد، قوله كما هو عادة كثير من الناس، يؤخذ منه أن الضاد الضائية مكتسبة من العادة وليست من كلام الله تعالى، صح ولا غلط؟ كما ما خلاص كما هو عادة، لأنه قال كما هو إيه عادة. اثنين، قوله والقارئ إنما يقصد الضلال المخالف للهدى، يؤخذ منه أن القارئ بهذه الضاد الضائية يقصد الصواب في نفسه ولم يتمكن من تحقيقه باللفظ لعجزه عن الإتيان بالضاد الصحيحة. أنا مش عارف أوصل لك، عمال أقول لك إيه، بل تؤسرون الحياة الدنيا. أنا لا أقصد في نفسي الأسر، ولكن أقصد في نفسي الإيه؟ الإيثار. فخلاص يبقى معنى كلامه إيه؟ والقارئ إنما يقصد. خلاص التاني بيقول إيه؟ قال ربكم، وقال ربكم ادعوني. أنا لا أقصد الغيب، ولكن أقصد أن أقول قال. خلاص لو المسألة تترك بقى للقصد، يبقى كل واحد يقول اللي هو عايز يقوله، وهو إن تشوف إيه اللي بيقصده في نفسه. قول الشيخ والقارئ إنما يقصد الضلال المخالف للهدى، يؤخذ منه أن القارئ بهذه الضاد يقصد الصواب في نفسه ولم يتمكن من تحقيقه باللفظ لعجزه عن الإتيان بالضاد الصحيحة. ثلاثة، قوله وهذا الذي يفهمه المستمع، ما هو يقصد والمستمع عليه بقى أنه يفهم. طيب، يؤخذ منه عدم فهم الخطاب من اللفظ، عدم فهم الخطاب من الايه؟ من اللفظ، ولكنه من تقدير المستمع وحمل الخطأ على الصواب. انا وانت بتسمعه بتقدر ان ايه؟ ان ده قراها خطأ، ويبقى تحملها انت من دخلك. ويؤخذ منه ايضا ان كلام شيخ الاسلام عن ضاد سورة الفاتحة فقط، لأن فهم صواب هذا الحرف من خطئه لا يتحقق لغالب الناس إلا في هذا الموضع لشهرته. طب لما يجي هو يقولك وما هو على الغيب بظنين، يبقى دخل في قراءة تانية ولا ما دخلش في قراءة تانية؟ الذي أنقض ظهرك، يبقى دخل في موضوع تاني خلاص. إنما احنا الآن إذا كان المستمع هيفهم في سورة الفاتحة إن القارئ لا يقصد الظل ولكن يقصد الضلال، طب هنعمل إيه في باقي الضادات في الإيه؟ في القرآن الكريم. ويؤخذ منه أيضا أن كلام شيخ الإسلام عن ضاد سورة الفاتحة فقط، لأن فهم صواب هذا الحرف من خطئه لا يتحقق لغالب الناس إلا في هذا الموضع لشهرته وكثرة ترداده، ولا يتحقق في باقي مواضع القرآن إلا من خلال صراحة اللفظ. ومن المعلوم والمسلم به أن حروف القرآن لا تتغير وفق ما جرت عليه العادات، ولا تحمل ألفاظه على نية القارئ وتقدير المستمع، وإلا فقد غيرت العادات كثيرا من الحروف، ويدعي من يلفظ بها قصد الصواب ويستطيع تمييزها كثير من الناس. وخلاصة القول في هذه المسألة أن الخلاف أنه لا خلاف بين علماء المسلمين في عدم صحة إبدال الضاد بالظاء أو شبيهة بها أو بغيرها اللي هي بتاعتنا احنا كمان دي، ولا خلاف بين أئمة الفقه في عذر من يعجز عن تصحيحها بعد التعلم. وقلت في النهاية وعلى هذا فيجب نبذ الفرقة وقطع دابر الفتنة، ولا يصح التشكيك في قراءة الأئمة المشهورين، لأن البعض كان بيقول إن أئمة الحرمين وده كل قراءتهم خطأ ولا تصح الصلاة خلفهم. اللي إحنا الآن بنجتهد لأن إحنا نتعلم نطق هذا الحرف نطقا صحيحا، فإذا عجزنا
عنه يبقى معنى قول المولى تبارك وتعالى لا يكلف الله إيه نفسا إلا وسعها. هذا ما أردت أن أقوله في قضية حرف الضاد، لأن احنا داخلين الآن، زمان لما كنا بنقرأ في التجويد قبل ما الواحد يروح يدرس في المملكة العربية السعودية، نيجي عند الباب ده ميز من الضاء وكلها تجي في الظعن، يا رب هو في واحد، كنا نقول كده يعني، هو في حد ما يعرفش يميز بين، خد بالك، بين الضاد والظاء. بعد ما الواحد عاش بين هؤلاء الذين ينطقون شباب الضاء، اكتشف الحقيقة ان احنا الضاد بتاعتنا خطأ، وايضا الاخرى الشبيهة بالايه بالضاء خطأ، يبقى كلنا نقر ان احنا ايه، ان هذا خطأ وهذا خطأ، بس نتعاون بقى مع بعض ان احنا نروض ونمرن الايه اللسان على نطق الحرف. جه معانا واستقام اللسان ونطقه نطقا صحيحا، اللي هي يحتاج الى تدريب، وانا اقول اني عشان تعود لسانك على نطق حرف الضاد نطق صحيح هتاخد لك فترة، اني اذا كنت بتجيبها من ناحية اليسار هتلاقي على لغتنا احنا صرصور ودنك كده الجزء ده بيوجعك، على ما تتعود عليها بعد كده هيبقى اصبحت طبع وسجية اهي، او غير المغضوب عليهم ولو وفيها رخاوة، ما اقولش اض، لا ده خلاص، ولا اقول اض ولا اقول اض، اض دي يدال بس اتنفخت سمنت شوي. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور، والرضا في القلب أحيا طمأنة في الصدور، والصلاة على محمد أنارت للقلب نور، نور خير الخلق فينا كأمواج البحور. قلبي بالذكر يحيا.